بسم الله الرحمن الرحيم. كنت مره بكلم احد الشباب فبقول له عامل ايه في الشغل بتاعك؟ قال لي انا شغال في شركه كذا وللاسف في حاجات بتحصل مش مظبوطه، يعني في ناس بتدي الضرب تحت الحزام، في ناس بتدخل تقول كلام مش كويس للمدير، فالواحد قاعد نفسيا متدمر والواحد بسبب كده ما بيتعلمش حاجه جديده في الشركه. فقلت له طيب ماشي، انا عارف ان الكلام ده بيحصل في الشركه فعلا، طب ليه ما تدورش على مكان تاني؟ قال لي ما انا كده انا خبره، قعدت في الشركه دي 9 شهور فهكمل سنتين كمان بحيث ما يبقاش السي في في سنه واحده، لا يبقى 3 سنين فيبقى شكله حلو في السي في. فهل انت عندك استعداد تضيع سنتين كمان من عمرك في نفس الوقت في نفس الحاجه اللي انت حاسس فيها بخنقه لمجرد سطر في السي في يبقى مظبوط؟ لا، يولع السي في، يولع السي في بالحرف كده، ولع في السي في، لان السي في ده مجرد بيعبر عن حياتك، ما تخلوش هو كل حياتك، ما تغيرش مسار حياتك لمجرد ان انت عايز تكتب سطر في السي في، ما تخليش هو كل همك. انا عارف ناس مثلا في شهاده معينه هو عارف انها مش هتفيده علميا وعارف انها هتكلف فلوس كتيره وكلف وقت كتير وهو مش هيستفيد منها علميا، بس عايز يكتبها في السي في فيفرغ نفسه ليها ويقعد يدرسها، بينما هو لو بذل الوقت ده والجهد ده في حاجه تانية هتفيده جدا في الشغل هياخد خبره افضل وهيبقى احسن له، بس هو عايز يزود السطر في السي في دوت عشان يبقى شكله حلو في السي في. لا، يعني انت هتعيش فتره من العمر مثلا 50 سنه 60 سنه، ما تضيعش سنتين منهم، يعني 20% من حياتك او 25% من حياتك عشان سطر في السي في. ما يولع السطر ده، ما يولع السي في كله، تمام؟ المهم ان انت تبقى 3 حاجات تهتم بيهم في اي مكان انت تشتغل فيه: راحه نفسيه، لو انت مش مستريح نفسيا ما تكملش، خبرة تكون بتستفاد علميا، فلوس، تمام، المقابل المادي. انا اعرف واحد كان شغال في شركة وبمرتب حلو يعني معقول وسابها راح شركة تانية اقل بمرتب اقل لمجرد ان هو يستفاد علميا، هيتعلم حاجة جديدة، وبعد كده ساب الشركة التانية دي وراح شركة تالتة ودي اللي انا قابلته فيها عشان يستفاد علميا بحاجة افضل، تمام. وبعد كده بعد ما شغل في الشركة التالتة دي مرتبه يعني زاد حاجه بسيطه، ما زادش كتير بس علميا سباق كتير جدا بقى، ده بيأهله ان هو يشتغل في شركات اكبر وكده، تمام. فاهم حاجه بالنسبه لك ان انت تبقى مستريح نفسيا، لان انت لو مش مستريح نفسيا ده هيأثر على علاقتك بالعيله وأثر على علاقتك باصحابك وأثر هيدمرك حياتك. فلا، ضحي بالسي في كله، ولع في السي في. كان مره قريت في كتاب بتاع عثمان احمد عثمان تجربتي، كان بيقول واحد جاله وقال له انا من ادنى العاملين وعايز اشتغل وكده، فقال له بس انت خريج هندسه واحنا مش مطلوب مننا حد خريج هندسه. راح ماسك السي في ورماه من الشباك وقال له شوف لي ايه الشغلانه عندك وانا هاجي اشتغل اي شغلانه عندك، فاحترمه وشغله معاه في الشركه يعني بقى من الناس الاساسيين في الشركه. فما تغيرش حياتك كلها عشان السي في، لا، خلي السي في يتغير حسب حياتك، هو بيعبر عن حياتك مش حياتك هي اللي هتعبر عن السي في.